انتقل الآن إلى شيرين مجدي، هي موجودة في منطقة الألف مسكن. أهلا بك شيرين، واطلعينا على مدى التزام المواطنين بقرارات الحكومة في ارتداء الكمامة. بالفعل أنا الآن متواجدة من داخل موقف النقل الجماعي السرفيس بمنطقة الألف مسكن بمحافظة القاهرة، بنرصد معكم التزام المواطنين والسائقين أيضا بقرار الحكومة بارتداء الكمامات إجباريا في المواصلات العامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. ربما الصورة أبلغ دليل أو أبلغ تعبير عن الوضع، هناك التزام كبير من جانب السائقين والمواطنين أيضا بارتداء الكمامات هنا في داخل الموقف. بسؤال السائقين أكدوا لنا أنهم لا يسمحوا لأي مواطن بركوب السرفيس بدون ارتداء الكمامة، بيتم توجيهه إلى الصيدلية أو إرشاده بالتوجه إلى الصيدلية في الأول لشراء الكمامة، وبعد ذلك بيقوم بركوب السيارة. أكدوا لنا أيضا أنهم بيحاولوا يعني اتباع الإجراءات أو الاشتراطات الصحية بفتح الشبابيك لتوفير وضمان التهوية الجيدة داخل السرفيس لنقل المواطنين. بسؤال المواطنين وسبب ارتدائهم للكمامة أكدوا لنا يعني إجابة بتعكس مدى وعيهم بخطورة الموقف وخطورة هذا الفيروس، حيث أكدوا لنا أنهم بيرتدوها لمصلحتهم لحماية أنفسهم وحماية من حولهم من انتشار فيروس كورونا المستجد. ربما ده بيعكس وعي كبير من جانب المواطنين، هذا من جهة. في صباح الباكر يعني كان هناك جولة لمحافظ القاهرة هنا في الموقف يعني الوقوف على مدى التزام المواطنين والسائقين بالإجراءات وبارتداء الكمامة، وأكد لنا في تصريحات خاصة لإكسترا نيوز أنه لمس وعي كبير من جانب المواطنين بيصل إلى 99% من جانب السائقين والمواطنين بالفعل بيرتدوا هذه الكمامات التزاما بالإجراءات، وأكد لنا أن المخالفين من السائقين بيتم تعرضهم لغرامات مالية وسحب ترخيص القيادة وترخيص السيارة لمدة شهر كإجراء عقابي لمن يخالف ارتداء الكمامات أو من يسمح للمواطنين بركوب السيارة دون ارتداء الكمامات. كما أكد لنا أيضا في التصريحات أن هناك حملات توعية في المواقف بشكل عام وتعليق للبانرات يعني بتشمل للإجراءات الصحية كإرشاد للمواطنين للحفاظ على أنفسهم وحماية بلدهم من انتشار فيروس كورونا المستجد. في النهاية بنحيط السادة المشاهدين علما أنه يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية، ارتدي الكمامة، حافظ على المسافات البينية بينك وبين الآخرين لتحمي نفسك وتحمي الآخرين وتحمي بلدك من انتشار فيروس كورونا المستجد. ربما هذا هو الوضع لدي، وبالعودة إليك شادي مرة أخرى. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات شيرين مجدي، كنت معنا من منطقة الألف مسكن.